Viens, on commence. هناك نشاهد يوسف وار بين اللاعبين، لاعب البارز الذي لعب في صفوف الشرطة، انتقل إلى كينغسون واكشوط، يتألق مع كل نادي ينتقل إليه، لعب مع المنتخب الوطني للشباب في بطولة الشباب الماضية، لم يتح له الكثير من الوقت. هنا الكرة العالية والرأسية تخرج وتتحول إلى أولى الركنية، تنفذ الركنية بشكل سريع جدا. 5 دقائق تنقضي على المباراة، والضغط، كل الضغط من العناصر الجزائرية، كرة عالية. انطلاقة من عناصر المنتخب الوطني، هنا التوغل، هنا التوغل داخل منطقة العمليات، هنا التمريرة، هنا المتابعة، هنا الدولة أمام المنتخب الوطني ويدرك حجمه ويدرك مستواه. هنا نشاهد الإعادة، هنا نشاهد الكرة، هنا نشاهد التسرع من قبل لاعب المنتخب، ينفذ الخطأ، كرة عالية تخرج تتحول إلى بدري، يبحث عن انتصار في الدار البيضاء في ملعب محمد الخامس من أجل بلوغ النهائيات، بعد أن بلغ نهائيات روسيا الماضية يبحث عن بلوغ نهائيات قطر. مصر ربما الأصعب أمام منتخب، وهنا الهدف الأول، هدف أول للمنتخب الجزائري في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، هدف من إمضاء. هنا نشاهد إعادة فرصة الهدف، هنا نشاهد 5 لاعبين في المناطق الخلفية لكن لم يتمكنوا من اللحاق بالكرة التي كانت سريعة. سيسوكو إلى مولود بلال، كرة عالية تبحث عن عيسى مبارك، ترويض كرة الطول ومخادعة الحارس، لكن كما أسفت في هذه الأوقات الصعبة جدا. هنا نشاهد إعادة المحاولة قبل قليل التي جاءت كرة عالية، الرابعة زوالا، كرة عالية، المتابعة والتدخل من الحارس أسامة ميلالا، كرة طويلة إلى عادل بولبينا، بولبينا بولبينا بولبينا، هو الهدف الثاني، والتدخل الرائع من عبد الرحمن صار الذي أنقذ الموقف، الذي أنقذ هذه الفرصة المحققة للهدف الثاني عن طريق أسامة أعمر الذي تحصل على فرصة محققة وعلى كرة من على مشارف منطقة العمليات، وهنا الهدف الثاني، هدف ثاني مفاجئ للمنتخب الجزائري في الزاوية 90، في الزاوية الأصعب، في الزاوية التي رأى من خلالها اللاعب رقم 10 من المنتخب الجزائري عصام بوعاون. هنا نشاهد الخطأ والكرة التي ضربت المرمى متكافية، هنا تنفذ الخطأ والرأسية والمتابعة لعناصر المنتخب الوطني، هنا تشتتت الأذهان، هنا التوتر والتشنج، حذاري لا يجيب كل هذا، تحية من الجمهور وبروح رياضية كبيرة، وطرد على ما يبدو لأحد عناصر كرة عالية، المتابعة والرأسية، هنا المتابعة مرة أخرى من داخل منطقة العملية، تقطع الكرة، تعود عكسية سريعة للمنتخب الجزائري الذي يفرض سيطرته، الذي يؤكد تفوقه رغم
النقص العددي، المنتخب الوطني غايب كليا عن هذه المباراه، غير حاضر هنا. المتابعه ولمسه يد والمطالبه بركله جزاء، لكن الحكم يامر بمواصله اللعب. عاليه الكره هنا، المتابعه لكن تقطع من جاي 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 تيجان داي. هنا الكره المتابعه من عيسى، عيسى محمد علي إلى جانب حيدر أعمر قائد التشكيلة. كرة إلى حيدر مرة أخرى، كرة في المتابعة على أحد لاعبي هدفين مبكرين مفاجئين. هنا التمريرة الرائعة والوان تو لعناصر المنتخب الجزائري. وحذاري حذاري 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 فرضنا هنا نشاهد المنتخب الجزائري يسرح ويمرح داخل مناطق الخلفية. هنا هدف لا يمكن إلا أن نتصور إلا أن هذه الكرة وصلت للشباك. تيجان مولود بلال مرة أخرى، تطول الكرة على مولود وعكسية سريعة للمنتخب الجزائري. هذه العكسيات هي مكمن الخطورة. هنا محاولة أخرى والقائد حيدر أعمر هو من يتولى التنفيذ، لكن إذا صافرة با حسينو منهية الشوط الأول من عمر هذا اللقاء بتقدم المنتخب الجزائري. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا لكم مجددا والعودة عمليات. سيسوكو محمد، سيسوكو محمد والكرة العالية لكن التصدي. انطلاقة من عناصر المنتخب تقطع الكرة، تعود مرة أخرى للمنتخب الجزائري. شيخ عمر يسقط مصابا هنا، العكسية للمنتخب الجزائري والتسديدة لكن كرة تخرج. ورغم رمزية هذه البطولة ورغم أنها في آخر مبارياتها إلا أن بطاقة صفراء أخرى كفيلة بإبعاد الطالب عن خط التماس من الملعب. عادل بولبينا وتركي مكانه للاعب رقم بولبينا، يترك مكانه لسيد أحمد. دقيق منذ وقد بلغت الدقيقة 22 بينما مالي وتونس المغرب والكونغو والجزائر والكاميرون تلعب كلها في 7:30 مساء هذا اليوم. كرة عالية والمتابعة والرأسية لكن كرة سهلة تصل إلى أسامة ملال حارس المنتخب الجزائري. هنا نشاهد الإعادة قبل إعادة الفرصة قبل قليل والمحاولة الرأسية. هنا حيدرة 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 والتوغل والكرة العالية يا حيدرة. حيدرة حيدرة محمد علي كرة طويلة ينجح تألق قاد سيارة. 25 دقيقة المنقضية من هذا الشوط الثاني. عمر بوسحاب الحاضر الغايب ربما الأكثر خبرة من بين كل هذه العناصر، يستعدان للدخول كبديلين مكان من ربما يخرج. هنا الفرصة والتدخل من طلي من أجل العودة من أجل تقليص الفارق على أقل تقدير. حيدرة حيدرة محمد علي محمد علي تيجان إلى حيدرة. حيدرة يحافظ على كرته رغم الحصار، يعيد الكرة إلى الخلف. تبديلين من الجهات المعاكسة. محمد علي إلى من؟ كرة طويلة والتصدي وهنا المتابعة، متابعة من حيدرة كرة عالية. لاعب رقم 10 كذلك عصام بوعون أحد مسجلي الهدفين.
بينما البديلين اللاعب رقم 20 يسلاب عصام بارك، انطلاقة هنا المتابعة والتسديدة يستعد لتنفيذ هذا الخطأ عصام بارك. عيسى والكرة العالية جدا، هنا نشاهد الإعادة، إعادة المحاولة والتسديدة والسرعة التي تعامل بها. هنا العكسية السريعة لعناصر المنتخب الجزائري التي تتوغل وتبحث عن الوصول، لكن الرأسية الإبعاد محمد السيد الذي منتخب مدرب المنتخب الجزائري غير وكأنه غير مطمئن وكأنه الخاسر وكأن منتخبه هو المتراجع. وهنا الهدف الثالث لعدة مرات، لكن هنا نشاهد الإعادة، هنا نشاهد الفرصة التي لا تضيع، لكن التعامل مع كان اكتشافه لا شك اكتشافا مهما، إن استمر وواصل على هذا النش سيحجز مكانه بشكل سريع جدا في المنتخبات الأولمبية والمنتخبات الأخيرة. ربما ضاعت الفرصة عليك يا الطالب، ربما هو التطبيب بعد الموت، تطبيب بعد الموت، ميديسين ابري لامور. الجماهير التي نشاهد أفواجها تحضر بشكل مكثف. سيدي أدي رائع، أول بعد قليل أمام نظيره الليبي عمر بوسحاب، كرة عالية لا أحد في المتابعة، أسامة رشيد حدو أحمد دوا، لكن يخسر الكرة محمد علي، والكرة العالية جدا نحو البوليدة نحو الأراضي الجزائرية من أجل بلوغ الحلم المونديالي، من أجل تجاوز المنتخب الكاميرون. المباراة الأخيرة من بطولة نواكشوط الودية تجمع